يعطيكم العافية. أشرح نبلش بشرح الـ Indeterminate Eagle Indeterminate الـ Composite Body بكل بساطة. أسئلة الـ Composite Body برضه من الأسئلة السهلة بس بده شوية تدقيق. شو يعني الـ Composite Body؟ لو أنا عندي ماسورة زي هيك مثلا، بس هاي الماسورة مش إنه كل جزء فيها حديد أو شيء، لا، بكونوا ملبسين تلبيس ببعض، يعني نفس المادة نفس الإشي مثلا، بس مثلا هذا ملبس هيك، فهيك بصف عندك مثلا هاي اللي بالأسود ألمنيوم مثلا، وبالزهري إبراز نحاس. ف لما يكون عندك زي هيك وبدك تحسب ديفليكشن مثلا او بدك تحسب ستريس لكل قطعة، انت فعليا ما بتقدر تستعمل القوانين اللي اخذناها. طب شو لازم اعمل؟ بكل بساطة ايش كثير بسيط، اللي هو انه هسه لو انا ظليت اشد بالقوة زي هيك، لو ظليت اشد بهاي القوة، هسه الجسمين شو مالهم؟ راح يفوتوا لجوه نفس الاستطالة، يعني الجسمين شو ما شديت عليهم راح يفوتوا بنفس الاستطالة، يعني الديفليكشن للبراس يساوي الديفليكشن للألمنيوم. طيب البراس شو قانونه؟ بدي احكي الفورس المؤثر على البراس، الفورس المؤثر على البراس مش نفس الفورس المؤثر على الالمنيوم، فالفورس للبراس مضروبه هسه هون لحسن الحظ نفس الطول بحكي ال، بس انا فعليا بحكي ال البراس على الاريا للبراس، الاريا للبراس مش نفس الاريا لهي، الاريا للبراس هي بس هاي، اما اريا الالمنيوم هي الجهتين اللي فوق، فعليا الاريا مختلفة. ننسى هالشيء. ففي ايش؟ في المودلس اوف الاستيسيتي للبراس بتساوي بي الومنيوم ضرب ال للالومنيوم على الاريا للالومنيوم ضرب الاي للالومنيوم. وفي عندي هسه هون عندي شو المجاهيل؟ عندي مجهول واحد اللي هو الفورس. طبعا كيف بدي احسب الفورس مشان احسب الستريس؟ بحكي لك انه الفورس الالمنيوم زائد الفورس للبراس تساوي فورس الخارجية، بس معادلتين مجهولين بخلص السؤال. نيجي لمثال بسيط، طبعا ننتبه على الاريا. عندي هذا شكل فورس بي ملبسة تلبيس بين براس والمنيوم، الاثنين طولهم 300، بس الالمنيوم شو مساحته؟ طبعا ساكن البليت اللي برا، هاي البليت اللي برا ساكنها. شوف عندك الفورس هاي بي مأثرة على الجسم الملبس من الالمنيوم وجسم مأثر من النحاس. هسه اول شيء بدي احكي مساحة الالمنيوم، مساحة الالمنيوم هي 60 في ايش؟ في هذا الاشي و60 في هذا الاشي، هاي مساحة الالمنيوم، يعني الـ A للالمنيوم بدها تساوي فعليا 2H ضرب 60، أو ليش أنا أحكي زي هيك؟ A للألمنيوم بدها تساوي 60 ضرب 40 زائد 2H ماشي ناقص 40 في 60 نفس الشيء. هاي الأريا للألمنيوم، الأريا للألمنيوم بس شكل الألمنيوم، الألمنيوم شو هو عبارة عن إيش مساحته؟ الكبيرة 60 في هاي كاملة ناقص مساحة النحاس. طب شو اريا النحاس؟ اريا البراس بدها تساوي 40 في 60. طيب هاي طلعت الاريا، ال الاثنين ملبسين نفس الطول 300. طيب ال خلصت معي والايات معي والفورس مجهولة، فخلص السؤال خلص. الاتش كم يعطيني اياها؟ 10، والبي تساوي 450. يلا مع بعض بساوي الديفليكشن انا ببعض، اس براس بساوي اس المنيوم، اس للبراس بدي احكي بي براس مجهوله، ال للبراس بدي اشيلها خلص 300 بتروح مع ال 300 على الاريا الاريا للبراس 40 ب 60، طبعا انتبه للوحدات لا تنسى، مضروب في الاي للبراس، الاي للبراس كم؟ 150. طبعا هون 150 جيجا باسكال وهذاك مثلا 70 جيجا باسكال، فيش تعادل 14 قوة 9 بيطيروا مع بعض بين الالمنيوم. اهم شيء يكون متساوي. اذا الوحدات متساوية خلص بختصر هاي مع هاي.
في ايش في الاريا هاي 60 40 زائد 2 20 40 زائد 20 60 في 60 60 في 60 ناقص 40 في 60 60 في 2 اتش ايش مشكلة ما هذا انا اول شيء حكيته ضرب ال هذيك 70 للالمنيوم فهيك ايش صفى عندي صار عندي معادلة بين البراس والالمنيوم وعندي معادلة ثانية في براس زائد بي الومنيوم بتساوي كم؟ 450 خلص السؤال معادلتين مجهولين من طول خلص خلص السؤال حل هذول وخلص السؤال طلعتهم طلعت ايش فعليا انا طلعت الفورس طلعت الفورس للالومنيوم والفورس للبراس هسه لما بدي احسب الديفليكشن للالومنيوم راح يطلع معي نفس الديفليكشن للبراس ما تروح تحسب هاي وهاي ما طلع نفسه انت غلطان بالقانون اللي تحت فانت مباشره اذا ما طلع الستريس ديفليكشن الالومنيوم مش نفسه ديفليكشن البراس اعرف انك انت غلطان بالمعادله الاولى او بالطابق ثاني شيء لو طلب منك ستريس الستريس للالومنيوم مش نفس الستريس للبراس لانه هذا له اريا لحاله وهذا له فورس لحاله بس هذا سؤال 33 نرجع للكتاب سؤال 33 هاي المعادلتين هاي اليود ديفليكشن نفسه فبالتالي اللود نفسه هاي الاريا اللي حكيت عنها انا فلما خلص هون حلو مرتين مره على اساس لا تخلص لا 32 كمان هذا 34 هيو لما حسب ما له شيء هيو لما حل طلع انه الستريس صار له كذا والستريس له كذا ما حسب ديفليكشن اذا طلبنا ديفليكشن تحسب له واحد منهم بس الديفليكشن المتساوي يعني ممكن هذا السؤال يجي على شكل ثلاث افرع وانا متوقع يجي سؤال عليه انه يحكي لك احسب مره ستريس المنيوم ستريس براس وديفليكشن لو واحد منهم انا متوقع عجبني ذاك والله طيب نرجع سؤال ثاني عندك زي هيك قال لك عندك هذا عمود كونكريت طبعا رينفورس كونكريت يعني مسلح خرسانه مسلحه يعني ار سي قال لي كل حديده ديمتر لها كذا قال لي اوجد النورمال ستريس للستيل اوجد النورمال ستريس للكونكريت فانت شو بتحكي بي ستيل زائد بي كونكريت يساوي كم كم الفورس 350 هسه الديفليكشن لهذا بيساوي الديفليكشن لهذا هذا الديمتر الديمتر لكل برغي واحد على ثمانية فالاريا بدها تساوي باي على أربعة في الديمتر في كم برغي عندي ست برغي هاي الاريا للستيل طب الاريا للبراس الاريا للكونكريت قصدي شو بدها تساوي باي على أربعة دي تربيع باي على أربعة في 18 تربيع ناقص اريا ستيل بس ناقص مساحة الستيل وبتحل أيوة شايف سبحان الله ناقص اريا ستيل وبتحل بيطلع معك ستريس كونكريت وستريس ستيل هسه لو كان في عندي هون مش لودات عندي حراره نفس الشيء ديفليكشن حراره لهذا سالب ديفليكشن حراره لهذا هون ما في عندي فورسز بس لما احسب الديفليكشن لما احسب ديفليكشن حراره بطلع من خلال هلا هون في فورس 200 بس مش معطيك اياها لا في سؤال ثاني عادي هذا نفس الشيء المعادلتين مجهولين وحل طلب ديفليكشن شوف طلب ديفليكشن هسه اخر شيء نعم اللي عمله اخر شيء بس انه هون طلب منك الديفليكشن فضرب السترين في القلب وطلع السترين ونفس الشيء اصلا طلبته من هون القلب بعدين طال الستريس اللي هو الالاستيك في السترين 100% او بي على ايه يعني عادي بقدر اطلع بي على ايه بمجرد ما طلعت الفورس هون اي طب اذا طلعت الفورس هون امور بتسلك الفورس معناه والاي معناه خلص بي على ايه دغري او زي ما عمل هون بقول لك انه الماده القانون القوانين فيها انت بتختار بدك اي قانون كله طلعت نفس التمام ازنخ شيء في نهايه المثلثات بس عادي وانت لانك شاطر هذا سؤال طلب منك وجد الرياكشن عند اي او سي يعني انديترمنت يعني اقطع هون واقطع هون وحل شيل السبورت وامشي هذا عندي تيرمات عندي وصلتين هون وعندي وصلتين تحت عادي عندي تيرمات بتحل طبيعي بس هون حتى اصلا ما في انه تشوه مثلثات كان كيف حله هون اخذ مجموع اف واي بيساوي زيرو لانه كل القوى انا بحاجتها والديفليكشن لكل واحد هون لانه ما في سبورتات هون فعليا خلص الديفليكشن هون بيقل على اي والديفليكشن هون بيقل على اي الديفليكشن هون بيقل على اي ومن المعادلتين الفورس لما اخذ مومنت النقطه بطلع معادلات خاصه بالفورس وسيجما اف واي ففعليا صار عندي ثلاث معادلات بدون المثلثات خلص انا سواهم زي هيك
هتطلع على الحالة بتفهم الحالة. طيب هذا سؤال نفس الشيء، مادتين مختلفات بس هذا مش كومبوزيت بار، هذا انديترمنت. فانت مره بتقطع هون زيرو، هذا له سبورتين يعتبروا، فنفس الشيء بتشيل السبورت هذا، بتحكي هون ستريس ديفليكشن زيرو، هون ديفليكشن بتحسبه، ديفليكشن هون بتحسبه، ديفليكشن هون بتحسبه، بتطلع ديفليكشن بيفور، ديفليكشن افتر، بتشيل القوتين، بتطلع بس فورس خارجي زي هيك، بتحكي ديفليكشن هون، ديفليكشن هون بس، تجمعهم بيطلع معك الجواب. طيب هذا نفس الشيء هون سبورت زيرو، فهون بشوف القوه تنشن والكمبرشن، شوف هاي طلعت معاه كومبرشن وهي طلعت معاه تنشن، فوصل بينهم وحل طبيعي. شوف مثلثات ومعادله مومنت. اصدق شيء هي انا حسيت. مش مشكله، هذا نفس المثال الاول اللي حكيت عنه، هذا اللي بجيبه دكتور وليد بقى مرات. طيب شوي زين. طيب شوف في كمان هذا سؤال عن ديفليكشن الحراره، ما مش فورسز، حراره. فشو عمل؟ حكى انه ديفليكشن لهذا بيساوي ديفليكشن لهذا، وحل اخر طلع ايش؟ خلينا نشوف انا والعمر شفت سؤال على هذا. البراس له هيك، والالمنيوم كذا، ثيرمال اكسبانشن دلتا تي كذا، البراس كور له كذا، والالمنيوم هاي. النت اكسبانشن هو سبيكت ذا كور، يعني طرحهم من بعض. طب ليش اعمل زي هيك؟ ليش طرحهم من بعض؟ مش مشكلة. ديفليكشن بيعلى على ايه وطلع الفورس. والله ما اعرف انسى. هذا سؤال على الحرارة. هاي هذا في لود وفي حرارة كأنه. هاي معطيك حرارة. اوجد اللود. فعندي ديفليكشن لود زائد ديفليكشن حرارة وحل عليهم. سواهم ببعض طبعا، هيو شايف سواهم ببعض. هذا نفس الشيء، هذا على هاي انديتيرمنت، بس هذا انديتيرمنت حرارة، نفس الشيء بتحسب حرارة بعدين من الحرارة بتطلع اللود وبتحسب الاسترسات. وهون نفس الشيء، في هون كمان في فراغ بالنص. هذا السؤال مرة حليته بتذكر بس ناسي كيف حليته. هذا في فراغ، تطرح الفراغ، يعني هذا حرارة وعلى الفراغ بتشتغل. ما في فراغ بالنص، نفس الشيء بتحكي المسافة بين فراغين لما تحسب الديفليكشن. هي طرح الفراغ اللي بينهم. مش مشكلة. هسه نجي على البوزون ريشيو. نجي على البوزون ريشيو. بوزون ريشيو هي عبارة عن الرمز V بتساوي سترين سالب طبعا. السالب مش مشكلة. المهم ما يطلعش شيء سالب. يعني إذا طلع معي شيء سالب بطرحها. سترين لاتريال سترين اكسل. سترين اكسل اللي كنا نحسبه طول الوقت بي على اي تمام، او ستريس على اي ماشي. هذا السترين اكسل، هذا اللي كنا نحسبه، او دلتا ال على ال، يعني اس على ال، يعني ال فاينل ناقص ال نوت على ال نوت تمام. السترين لاتريال، شو السترين لاترال؟ التغير الجانبي. لو انا كان عندي ماسوره زي هيك، وهي الماسوره ضليت اشدها راح تصير معي زي هيك. هسه هاي الديميتر لها بقل وطولها بقل، ففعليا صار عندي برضه دلتا دي على دي بيعطيني سترين لاترال. يعني التغير الجانبي هو التغير في القطر، فالسترين الجانبي هو التغير في القطر، او التغير في الثيكنس لو كان في تغير في الثيكنس. تمام تمام، بقسمها مع بعض بعطيني نسبه البوزون ريشيو. هاي بشو بتفيدني؟ بكل بساطه اغلب الاسئله بقول لك اذا عندك الدايميتر كان كذا، احسب الدايميتر الجديد، اير البوزون ريشيو كذا. فانت من الاكسيال بتجيب البي على اي، او بتجيب بي على اي اي، ومن البوزون ريشيو بتطلع السترين لاترال، بعدين بتحكي دلتا دي على دي. هسه بنحل عليها امثله كثير. والله يا ريت مثال، لانه هذا سؤال. طبعا هون راح تلاقي في عندك اس واي واس اكس، انت ما تهتم لاي شيء. اس واي يعني لاتريال، يعني هي اس واي كيف الواي لفوق صح؟ يعني انه هذا راح يقل الديفليكشن بالواي، ديفليكشن بالاكس لو ناتج عن الطول. طيب قال لك هون 500 ملم لونج، 16 ملم ديميتر، ميد اوف هوموجينيوس يعني نفس الماده. قال لك الماده زاد طولها بمقدار 300، يعني الديفليكشن 300، الاس او بدي احكي ديفليكشن خلص الاس بيساوي 300 طبعا ملليمتر، يعني مايكرومتر.
and decrease in diameter. هسه خذها قاعده، زاد الطول بقل الدايمتر، مستحيل زيد الطول وزيد الدايمتر. فالدلتا دي بيساوي سالب 2.4 مايكرو. subjected to axial load بيساوي 12. الآن معطيني 500 مليمتر. اوجد المودلس اوف الاسيستي والبوزون راشيو. انت شايف طالب منك مودلس اوف الاسيستي، يعني ما راح احكي بي ال على اي ما اي مش معي، انا بدي اجيب الاي، وطالب مني برضه البوزون ريشيو. طب كيف بدي اوجد البوزون ريشيو؟ الاريا كم معطيني الاريا؟ معطيني ديمتر 16. الدي اوجد سترين صح؟ هسه مباشره شوف، لما تجيك امثله زي هيك، لما معطيك تغير بالقطر ومتغير وتغير بالطول، معطيك الديفليكشن، يعني انا فعليا معطيني السترين اكسيال والسترين لاتريال، صح ولا لا؟ يعني بطلع البوزون ريشيو، بطبق السالب بالقانون لانه في عندي سالب. الدلتا دي سالب 2.4 مايكرومتر على الديميتر الاصلي 16 مليمتر. لاحظ اني انا كتبت الوحدات بس مش اني بختصرهم مع بعض، على هذا ايش؟ هذا سترين لاتريال، ايوه هذا حطيت لك عليه قوس، على السترين اكسل. السترين اكسل هو اس على ال او بي ال على اي اي حسب شو معطيني. هون معطيني الاس ومعطيني ال، فبحكي خلص 300 مايكرومتر على 500 بس، بطلع البوزون ريشيو بس. هذا ايش هو؟ السترين اكسل. وبنفس الوقت بقدر احله، ما بحكي 300 على 500، بقدر احكي 12 في 500 على الاريا اللي هي باقي على 4 دي تربيع في الاي. الاي مش معي، عشان هيك اول خطوه شو عملت؟ طلعت البوزون ريشيو، خلص قسمته مع بعض تطلع معي الفي. بعدين بحكي الفي اللي طلعت معي، افرض انها طلعت 0.2 ماشي، بتحكي 0.2 بتساوي هذا طلعته وهذا ايش؟ اعتبره مجهول سترين اكسيال، افرض انه مش معي، طلعته طلع معي سترين اكسيال بيساوي رقم، مش راح يطلع معي رقم؟ صحيح عمر؟ صحيح بيطلع، طلع معي رقم. فسترين اكسيال بحكي هو اس على ال، يعني بي على اي اي. البي 12 الاي باي 4 دي تربيع، انت بتشتغل على القطر الاصلي ما بتشتغل على القطر الجديد اللي بعد الاستطاله، والاي مجهول بس انا معي الستين رقم طلعته من البوزون ريشيو بطلع الاي. يعني انا فعليا يعني يا عمر بقدر اقول لك انا عندي هاي الخريطه، عندي هاي الخريطه سترين لاتريال على سترين اكسي. وهاي حلو، بس انا اللاتريال عندي مشكله فيها. هاي اللاتريال هو خلص احفظه، او اللي مش احفظه بس، مش انت عندك الجسم زاد طوله؟ طب انت لما تزيد طول مطاطه مش قائد الديمتر تبعها بقل؟ امسك بطاطا وزيد طولها، مش بتحس هذا ضعفت؟ تمام. ففعليا يعني هي دلتا دي على دي، الطول دي انيشال على اس على ال، او بي على اي اي، او ستريس على اي. طلب اكثر من القوانين اللي حطيتهم اول التشابتر. تمام؟ طيب اعطاني تغير بالقطر، حطيته معطيني القطر الاصلي، معطيني ال، معطيني ال، طلعتهم طلعت الفي. طيب فرضا الفي معي، من الفي معي اللاتريال معي الاكسيال، بحكي ستريس على اي بطلع الاي، او بحكي بي على اي اي بفصل القانون. بس هاي الفكره. عادي في امثله كثير عليها. ها سؤال فصل الماضي، تعال برجيك سؤال الفصل الماضي راح تنصدم منه. هذا لا، هذا اقسم بالله هذا الفصل الماضي اجاوب على المد، وكل طالب جاب له رقم، والسؤال والله العظيم حرام انه ما ينجب فيه 5 من 5. خمس علامات يا اخوان، خمس علامات كان طالب منك ديفليكشن واي. ديفليكشن واي اللي هو ايش؟ تشينج ان دايمتر، او حتى بتعرف شو كان طالب؟ تشينج ان اريا، يعني يغير، يعني بس اضرب يعني باي 4 دي تربيع ناقص باي 4 دي تربيع على باي 4 دي تربيع، يعني بس انه ربع. طب بعمل سبورت صح؟ ايش؟ بعمل جهه من جهات سبورت؟ اعتبر جهه من جهات سبورت. فعندك ايش هسه؟ او حتى لا بدون ما تعتبر جنب جهه سبورت، هو كلامك صح، بس اقرا السؤال. قال لك الديميتر على 22، يعني الدينيشال 22. طبعا شو الخيارات؟ الخيارات الرقم كله بيطلع معك بس الوحدات غير، فهذا السؤال لعبه وحدات. والفورس 75. طيب الفي 0.3 اعطيك اياها، والاي معطيك اياها 200. بده الالونجيشن للرد، اذا الطول 200، اذا الطول 200 اوجد الطول. طيب يعني شو بده؟ خلص هاي معطيات السؤال، بده التغير بالطول، يعني بده بي ال على اي اي. هذا شو بده؟
وين البي 75؟ وين ال 300 200؟ وين الاي؟ الاي باي 4 في 22 تربيع ضرب ال 200، هاي طلعت اول فرع. صعب؟ لا. طيب هو شو بده؟ بده التغير بالديميتر كان، ولا بده الديميتر الجديد؟ ذا تشينج ان ديميتر، بدوش نيو ديميتر، بده الدلتا دي. طيب انا هذا اللي طلعته ايش؟ ديفليكشن، صح؟ هذا ديفليكشن اكسيال يعني. طيب ديفليكشن اكسيال على ال شو بيعطيني؟ شو بيعطيني يا عمر؟ سترين اكسيال. سترين اكسيال طلعته ولا ما طلعته؟ السترين طلع معي رقم ولا ما طلع؟ طب طلع لي المعطيات، معطيك في او والله معطيني في 0.3 يساوي طلع السترين ليت على السترين اكسيال اللي طلعته من هون. هيك طلع معي سترين لاتريال، سترين لاتريال بيساوي دلتا دي على دي. هو بده ايش؟ بده الدلتا دي. الدي كم؟ 22، اضربه باللاتريال بيعطيك الدلتا تي بالمليمتر. اما لو ضربت 22 في 10 كوم سالب 3 بيعطيك الدلتا تي بالمتر. هون ممكن يجيب لنا اياه على 3 افرع السؤال هذا او فرعين، جابوا فرع على المد بس على يمكن هدولكم هاي. بس اصلا يعني لو جابوا فرع واحد خطوتين، طيب هذا الحكي 5 علامات، طيب مش حرام يروحن؟ مش حرام يعني، حرام الواحد يجيب اقل من 5 من 25 من 35 كان المد، حرام يجيب واحد يجيبها. والله ما بدوش السؤال بس تعويض يعني، حتى السؤال بالكتاب لو تفتح الكتاب وتطبق الخطوات. هذا سؤال انا بتذكر بالسكن بالفيرس، سؤال عادي قال لك الاي بتساوي كذا والفي كذا، وقال لك في عندك فورس زادت القطر قلت القطر بوينت نص يعني السترين لاتريال بوينت نص والدي 2.5، فطلعت السترين واي ومعي البوزون ريشيو طلعت السترين اكسيال من خلال بطلع الفورس. هذا سؤال جاني على الفيرست. طب هذا حرام 4 علامات او 3 علامات وبالجامعه مش اونلاين يعني، معي خطوات ما حصلش منه علامتين مثلا، حرام احصل الثلاث؟ طب ما اطلع اسهل شيء بالماده البوزون ريشيو لانه عباره عن قانونين اقسمهم مع بعض شو ما كان. طيب مشان ما اطول على الشابتر ضل عندي، طبعا هذا الشيء مش داخل كانه ما بعرف اصلا شو هذا، شو عم بدرسته هو البالكودلاس. طلع علينا الشير سترين، شيرنج سترين. شيرنج سترين مثل ما بقدر اعطيك بشكل بسيط نتذكر هوكس لو بيساوي نورمال ستريس بيساوي مودلس اوف الاستيسيتي في السترين. هسه الهوكس لو هذا النورمال سترين، هسه للشير بدل الشير بدل هاي حط شير، وبدل الاي حط جي، وبدل هاي بتحط جاما. تمام؟ طيب شو هاي؟ هذا شير ستريس. يساوي مودولس اوف ريجيديتي. هسا الشير بحدث بالاجسام الصلبه مش بالاجسام المرنه، فلما يكون الجسم صلب فبدي انا معامل صلوبته، معامل الصلابه في ضرب الشير سترين. هذاك نورمال سترين، هذا شير سترين. تمام؟ الشير ستريس بيساوي مودولس اوف ريجيديتي في الشير ستريس في الشير في مودولس اوف ريجيديتي في الشير سترين. طب الشير سترين ايش بيساوي؟ هو فعليا بيساوي ديفليكشن على ثيكنس او على رقم مسبق لكم شو هو. تمام؟ وهذا الديفليكشن اللي بنحسبه، هذا شو بيساوي؟ بي على اريا، بس الشير اريا، الاريا شير، والجي هو ثابت. شو اختلف عن الهوك لو لهذا؟ ولا شيء، بدل اي قوه نورمال بتصير قوه شير. خلينا نحل عليه امثله. ليش حل هذا؟ تحل هذا. هذا المثال. قال لك the plastic block is bonded a rigid support to vertical plane. قال لي الفورس 55. قال لي وقال لي الجي 150 اوجد الديفليكشن للبليت. انا شو قلت لك الديفليكشن؟ بدي الديفليكشن على الثيكنس او على شيء بيعطيني جاما، صح ولا لا؟ يعني انا فعليا بطلع الجاما من خلالها جيب الديفليكشن. طيب نشوف هيك، انت هيك خلص هيك الماده المطلوب هذا بتجيبه من هون، مطلوب هذا بتجيبه من هون. طيب اول شيء احنا بنحكي عن شير مش عن نورمال، يعني القوه هاي قوه بي مش متاثره هاي المساحه. اول شيء بقول لك اياه ما بتاثر على المساحه، انا بدي شير، انا هاي تخيل ان ضليت اقصها
طلعت اقصها، سحبت لتحت، شو اللي بنقحت معك؟ شو المساحه اللي تاثرت؟ مش هاي اللي تاثرت. تخيل انك انت شلت المطاطه هاي الحديده شلتها، شلتها نزلتها نزول لتحت، هيك نزلتها نزول لتحت، شو المساحه اللي بتنقحت معك؟ المساحه المتلامسه مش هاي؟ هاي ولا لا؟ صحيح. صحيح. فمعناته لما احكي الشير ستريس يساوي بي على الاريا، بي 55 والاريا راح تكون 3.2 في 4.8. طيب هاي الشير ستريس، الجي 150. طيب الجاما، طلعت الجاما. طيب الجاما شو بتساوي؟ قلت لك الديفليكشن على رقم، الديفليكشن على الثيكنس، شو الثيكنس؟ 2. اذا هاي المساحه اللي تاثرت، شو الثيكنس الها؟ 2. خلص السؤال. شوف انا عامل هيك ولا لا؟ الاريا 3.2 في 4.8، الاتش 2، هيو الديفليكشن بيساوي اتش في جاما، اتش اللي هي 2 والجاما اللي هي انا طلعتها. صعبه؟ لحد الان لا. طيب نرجع المثال اللي بعده. هذا المثال الجي دائما معطى صح؟ ممكن ما يعطيك جي، ممكن يعطيك اي، ويعطيك البوزون ريشيو من خلال الاي والفي، في قانون بربطهم ببعض ويعطيك البوزون ريشيو. تعال هيو، جي بتساوي اي على 2 في 1 زائد في، بتساوي اي على 2 في 1 زائد في. تمام. يعني اذا اعطاك بوزون ريشيو اعطاك اي بتقدر تجيب جي، والعكس صحيح. فتذكر سؤال على الفيرست اجاني كان طالب نو شير سترين او انه ايش بالديفليكشن، بس ايش؟ معطيني جي مش اي، بس معطيني بوزون ريشيو. فاول علاقه وطبق هذا القانون، ما طبقت هذا القانون بتجيب صفر. طيب نجي لهون، هاي قال لك البليت ايه بتنشد لهيك صح؟ بتنشد لهيك يعني. فشو المساحه اللي بتنقبع معك؟ مباشره مش هاي، في هاي. صحيح. بنفس الوقت مش هاي، في هاي. اثنتين. يعني تضرب باثنين، فالاريا بتساوي 2 في المساحه هاي بي في سي. هاي الاريا طلعتها. والفورس، الفورس 45، ف 45 على 2 في بي في سي بتساوي الشير ستريس. الجي 12 تساوي 45 على 2 في بي في سي. هذا السؤال بيجي بالامتحان لكل طالب نموذج، شو بيجيب الدكتور؟ يقول لك اف اي بتساوي كذا واف سي بتساوي كذا، اوجد لي الديفليكشن مثلا. ايش هو طلب؟ اوجد اي وبي، وهو كان طالب منك اوجد اي وبي، اذا سي بتساوي كذا اوجد اي وبي، واذا الديفليكشن بيساوي 5 ملم، يعني اضرب 5 ملم على الرقم الثالث. شو الرقم الثالث؟ اللي هو ايه، صح ولا لا؟ ثيكنس. صحيح. على ايه؟ هو معطيك السي 100، فانت هيك صار معك طلعت بي طلعت ايه، يعني معادلتين مجهولين بتحلهم ببعض. هسه بقول لك شو المعادلتين المجهولين. الشير سترين ستريس على جاما، ال A بتساوي G في S في الهاي، أنا هاي طلعت ال A. والله ما بتوقع إني أضبط بصراحة، بس أقول لكم خلص إن شاء الله شاب 30 بحاول أشرحه الأسبوع، لأنه عندي مد الاثنين وعندي بكرة، ما بعرف متى بفضى، هيك فضى أو لبعد الفطور. خلي بعد الفطور خلص ده. بحاول، مشكلة عندي مشروع أنا يعني شغال عليه. المهم، والشير ستريس ها يعني شوف شو عملت انا، شوف شو عملت. السؤال زي ما حكيت اول شيء، حكيت لك انه الديفليكشن 5 ملم على اي شو بيساوي؟ هذا جاما صح؟ وانا حكيت لك انه البي على اي، بي على 2 في بي في سي بتساوي ستريس، والستريس شير ستريس. تمام. فهون الستريس طلعوا 1.4 طلع معطى بالسؤال، هيو طلع معطى بالسؤال، لو مش معطى بالسؤال السؤال بنحلش. فهيك انا طلعت البي والسي وطلعت الاي. هذا الشير سترين مش صعب، تعويض مباشر راح يجي عليه اتوقع، ما بيجيش عليه. هذا نفس الشيء، ممكن نجيب لك الرسم، ما بعرف اذا الرسمه موجوده. طبعا انا خلصت الشابتر الحمد لله. ممكن نجيب لك هاي الرسمه، مش معي الرسمه، دقيقه ارسمها انا. نجيب لك رسمه مربع زي هيك، ويقول لك انه نتيجة اللود تاز يقول لك صارت زي هيك مثلا، ايش زي هيك. فبعد انه تكون هاي الزاوية جاما مثلا، وهي بتكون عبارة عن ديفليكشن على الطول الثالث. تمام ماشي يا عمر.
انه الجاما او ما هو جاما بتساوي تان جاما نفس الشيء لانها الزاويه صغيره، فجاما بتساوي هاي الديفليكشن على الثيكنس للبليت. ممكن اجيب لك هاي الرسمه، هاي هاي جتني على الفيسبوك. لا عندكم اسئله على الشابتر هذا؟ خلاص كل شيء تمام. خلاص تو خلص، هاي الشغلات مش مهمه، حتى هاي مش داخله اتوقع ستريس كونسنتريشن وسهلات كثير اصلا، بس ساكن تفرق ريكورد.